science, technology, engineering and mathematics. جامعة دي زي الكالتاك اللي أنا فيها، زي الـ MIT اللي هي في الشرق، زي دلوقتي اللي عملته تركيا في جامعة خاصة، مش خاصة آسف، جامعة ممولة لأنها تكون مستقلة بحيث أنها تقدر تعمل تكنولوجيا على مستوى عالمي. مشهورة قوي الجامعة. بس احنا ما بنقبلش مش عارف 20,000 ولا 30,000 ولا 50,000 ولا غيره، لا. الـ MIT بعظمتها دي اللي طلعت كل الاكتشافات دي حوالي 5,000. جامعة كالتاك بكل اللي مطلعة 35 جايزة نوبل لحد الوقت في العلم والطب، 3,000. احنا هننشئ في مصر جامعة تكنولوجية بحثية اللي هي معمولة على أعلى مستوى في العالم، هيكون أكبر عدد ممكن ناخده 5,000. لابد ان موجود في هذا الشعب الامين من الطلبه بتوعنا ان هيبقى فيه 5,000 عقلهم عبقره زي اللي موجودين في اي بلد تانية في العالم. هندربهم كويس، تعلم كويس، تعلم لغه العصر، تعلم لغه ازاي يتعامل مع احدث التكنولوجيا اللي موجوده في العالم. بس ده مش كافي، زي ما قلت لكم حضراتكم احنا مش عايزين ننفق كل ده وبعدين يطلع ويسيب. بعد كده عملنا حاجة تانية برضو في نفس المدينة اسمها مراكز البحوث المتميزة. مصر النهاردة ايه اكبر مشاكلها؟ لما تبص على مصر وخريطة مصر كلها، تبص تلاقي مثلا في حاجة في الميديكال ساينسز. ازاي بلد زي دي عندها خطر صحي بنصرف عليه الدنيا والاخرة اسمه الوباء الكبدي؟ ازاي ده؟ وازاي ان العالم النهارده عامل كل ده في الجيناتكس وعامل 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 واحنا ما نقدرش نكون على احدث مستوى علمي ان نعالج المشاكل دي ونلاقي دراجز جديده او حبوب جديده ونلاقي فاكسينز جديده واولادنا يطلعوا شغل ان هو يطلع بقى بصناعه لما ينجح هو هنا ويعالج مشكله الطب في بلده يقدر يبيعه في لاتين امريكا ويبيعه في اي حته تانية وفي الهند وفي الصين وفي كل بلاد العالم ويجيب دخل لمصر. مشكلة تانية في مصر كبيرة جدا. هل يعقل ان احنا عندنا ربنا عطينا الطاقة الشمسية الهائلة ديت بكل محاورها العظيمة وان احنا ما نقدرش النهاردة نشترك في البحث العلمي العالمي لتحويلها وتصديرها للعالم؟ يبقى زينا زي بتوع الزيت لتصدير الزيت والغاز وغيره وغيره النهاردة. وفي بلاد كتيرة جدا، ألمانيا هتبقى سيلف سفيشنت من أو يعني عندها كفاءة اكتفاء ذاتي مش عارف بعد 5 سنين باستخدام الطاقة الشمسية. يعني اللي مش ممكن، طبعا ممكن تروح تشتري أجهزة وممكن تقول إن أنا هقدر أعملها لأن هتعاون مش عارف مع مين، بس حضرتك كل ده كويس، بس لما تعمل ده انت مستني انهم يعملوا الصناعات الجديده والتكنولوجيا الجديده؟ ده نمره واحد. ونمره اتنين انت مش مشارك، انت ما بتطلعش انتاج جديد. فدي مراكز بحوث لازم تكون متميزه جدا في الطاقه، في الطب، الحاجات الزراعيه النهارده في الجينوم. انت تقدر تعمل مش عارف حته تعديل في الجينوم بس بسيط كده تخلي البطاطسايه ما هي قد كده تبقى قد كده. معقول ان احنا نكون اول دوله في تاريخ البشريه طلعت القمح وان احنا دلوقتي مش لاقيين قمح؟ يعني لما تفكر فيها في الحاجات اللي زي دي وقيمه اللي احنا فعلا نقدر نعملها. احنا برضو عاملين في المدينه حاجات في هذه التخصصات، وعندنا على فكره جايين اخوه مصريين في مراكز البحوث دي. لحد دلوقتي احنا عندنا 6 دولت، يعني الحقيقة تكونوا فخورين بيهم إن شاء الله لما تيجي الظروف ويجي يدوا كلمات على الشغل اللي هم بيعملوه. احنا في واحد معانا راجع من كلية الطب في جامعة كاليفورنيا عشان يخدم بلده بعد الثورة وحيكون موجود في هذه المدينة، بيشتغل على موضوع يهمك ويهمني أنا جدا اسمه الشيخوخة. عايز يعرف العوامل الأساسية اللي بتخلي الخلية تشيخ، عايز يفهمها، وعامل شغل رائع في امريكا في هذا الموضوع. بس انا بقى اللي هو مهم جدا عندي بالاضافه لهذا، واتكلمت مع سامح في الموضوع ده، انه
التلوث البيئي اللي عندنا ده حضراتكم بيكتبوا عننا في الخارج بيقولوا ان متوسط عمر المصري اقل من متوسط عمر الاوروبي دلوقتي بعشر واتناشر سنه عشان التلوث واللي حاصل ده. طيب تاثير التلوث ده على الشيخوخه هيجي ازاي ونفهمه ازاي؟ كل ده هيكون في عندنا واحد تاني مثلا قلت لحضراتكم اللي هو الدكتور يحيى بيشتغل على نانو الكترونكس، ده راجع برضو من نورث ويسترن يونيفرسيتي وراجع عشان خاطر ان هو يعمل شغل في هذا الوضع انه هيعمل الكترونيات، ومن هو ده من اشهر الناس بره في الموضوع الكترونيات على مستوى النانومتر. واخر حاجه طب عملنا البحث العلمي، دي امثله بس اللي احنا بنشتغل فيه، عملنا البحث العلمي هنطلع للسوق ازاي؟ فقررنا برضو في المدينه في التشكيله الهيكليه دي عندنا حاجه اسمها هرم التكنولوجيا، في الامريكان بيسموه تكنولوجي بارك او حدائق، احنا قلنا هنسميه هرم التكنولوجيا. هناخد مشاركه مع اولادنا دول عشان ما يطلعوش ويسيبونا، انه لما يعمل اختراع بهذه الصوره يقدر يطبقه ونقدر نساعده، لان يمكن ما عندوش الامكانيات لا في المكان ولا غيره، بحيث انه يطلع التكنولوجيا ديت للماركت ويجي اليوم اللي يتقال فيه ان ده ميد ان ايجيبت ويبقى محترم على المستوى العالمي. حضراتكم دي صوره بس ازاي تنجح انك تعمل منظومه بهذا الاساس؟ ودي بقى كانت الخلاف الاساسي اللي بيني وبين النظام السابق. النظام السابق كان عايز ان هو لازم كل حاجه تكون القرار فيها، انا بكلمكم بكل صراحه، قرار سياسي، انا مش عايز اخش في يعني في حاجات ان احنا نشتم ونعمل وبتاع، بس انا بقول لكم بكل صراحه هو كانت الفكره الاساسيه هنا ان لازم يكون القرار قرار سياسي. انا بقول زي ما قلت في الجامعات المصريه ومراكز البحوث وهذا، في اكاديميين والاكاديميين هم اللي لازم بس يتحاسبوا في الاخر. فاحنا الحاجه الاساسيه الرؤيه اللي انا كنت حاططها في التصور ده مكونه من ثلاث حاجات، في رؤيه اكاديميه لازم تكون موجوده اللي كلمت حضراتكم عليها. واحنا معانا دلوقتي على مجلس الامناء اللي اتعين هو 15 واحد، معانا سته حاصلين على جائزه نوبل في الطب وفي العلوم في الكيمياء وفي الطبيعه وفي الاقتصاد، ومعانا رئيس جامعه ام اي تي ورئيس جامعه كالتاك، ومعانا رئيس الاكاديميه الصينيه، ومعانا فدول لهم رؤية أكاديمية ويقدروا يخلونا نتصل بالعالم نفهم اللي إزاي في إذا كان التعليم محتاج لده إزاي نروح هناك ونشوف هما بيعملوا إيه ففي الرؤية الأكاديمية دي نقدر نعملها، بس في رؤية قانونية كمان. إحنا ما نقدرش نشتغل وأي عالم جاي لك من نورث ويسترن ولا جاي من حتة تانية وعايز يساعد بلده وعايز ما يقدرش يشتغل في البيروقراطية، وما يقدرش وهيسيبك برضه بعد شويه هيقول لك لا ما ينفعش هذا الكلام. فلازم يبقى في منظومه او هيكل قانوني لهذا الوضع. والحاجه الاخيره اللي هي المشاركه الشعبيه. اي مشروع وطني كبير زي ما بنينا السد العالي، وانا كنت طالب كنا بنطلع في الشوارع وفخورين ونقول تحيا مصر وكل ده، اذا ما كانش هيلتحم في هذا المشروع القومي الحكومه والشعب ومجلس الشعب وكل الناس في مصر، انا بعتقد لا يمكن نقدر نحقق سياسي بتمناه. انا عايز اقول لكم وبكل امانه هذا الشعب شعب عريق. احنا افتتحنا المدينه في 1/1/11/2011 السنه، بقى لنا بس حوالي 4-5 اشهر. هذا الشعب اللي مطحون اقتصاديا، وهذا الشعب اللي تعبان وخايف من مستقبله السياسي، ويمكن اسهل حاجه ليه انه يكوش على فلوسه هذا الوقت. لما اعلنت هذا وقلت لهم لا انا عندي ثقه دلوقتي في البلد، لان ما كانش عندي ثقه قبل كده، وان احنا لازم نعمل ده، التبرعات اللي جايه من 10 جنيه انا عندي صور كده اطفال ماسكين 10 جنيه عايزين يتبرعوا لبلدهم لناس عظماء دفعوا 250 مليون عشان خاطر يساعدوا بلدهم، واحنا حاليا وصلنا تقريبا يعني الى مليار عشان خاطر بداية المشروع القومي. أنا أملي
ان ده لازم يكون عنده زي في الطريقه اللي انتوا عارفينها الاسلاميه العظيمه اللي هي بتاعه الوقف دي، ان هو ان شاء الله هنوصله لبليون دولار، يبقى في وقف عشان يساعد الباحثين دولت انه مش متشتت ومش طالع مش خايف ايه السنه الجايه هيعمل ايه. لو عطيت له المناخ ده وربطت المدينه دي بالبحث العلمي اللي موجود في مصر ككل، لانها مش ممكن تكون جزيره، وانا يمكن الساده الوزراء يقول لكم انا متكلم مع كل الوزراء على هذا الاساس، لابد من وجود التعاون بين المدينه وبين القاعده الكبرى للبحث العلمي والجامعات المصريه، بحيث ان احنا ننهض كلنا بيها ونسيبنا بقى من عمليات السلبيات. مش هتفيد مصر ان احنا كل شويه ده بنعترض على ده وده بيقول ده ما نفعش وده مش قادر يعمل دي وبتاع، مش هننفع بالطريقه دي. لابد كلنا نتحد في رؤيه قوميه ونساعد بعض. حضراتكم ديت غير قابله للربح، هذا المشروع ما فيش ولا واحد ياخد فيه مليم، وقلت في التلفزيونات وبقولها لحضراتكم في مجلس الشعب ما فيش واسطه، لا ابن زويل ولا ابن علي ولا ابن محمود ولا ابن اي حد، كفاءه الطالب وعمل المدرس وعمل الاستاذ. خلينا ننتج حاجه لمصر، مصر العظيمه اللي هي فعلا محتاجه انها في محنه دلوقتي ومحتاجه انها تطلع للعالميه. هذا المشروع زي ما قلت لكم مشروع اللي هو غير قابل للربح، يمول من الشعب والى الشعب. انا لا املك حاجه ولا اي حد يملك اي حاجه خالص، وحتى انا بصفتي وبعلنها قدام التلفزيونات كلها انا ماليش مرتب هنا. انا كل وضعي ان انا طبقا للمشروع القانوني ان انا رئيس مجلس الامناء، وبالتالي انا باخدش ولا مليم من هذا المشروع. ديت ليست جامعه خاصه حضراتكم، بس عشان نبقى واضحين، دي مشروع قومي لابنك وابني ولنا جميعا. هذا المشروع زي ما بقول لابد ان هو يكون من الشعب. والامثله على فكره احنا مش يعني بنخترع، يعني في حاجات زي كايس اللي عملوه في كوريا، الاي اي تي، شوف الهند الفقر فيها قد ايه، وشوف ايه اللي قدروا يعملوه بالمراكز البحوث المتميزه دي، والماكس بلانك وغيره. انا عايز اقول لكم كمان في حاجه مهمه جدا بالنسبه للمشروع ده، يمكن يعني احنا ما بنفكرش فيها كتير، بس الحقيقه انا فكرت فيها بعد ما شفت قد ايه من الناس اللي اتصلوا بيا عشان عايزين يرجعوا مصر. وديت يعني مش عايز بس حتى يعني دي ناس علماء، احنا لحد دلوقتي كل اللي معينينه تقريبا 40 45، وعملوا شغل في خارج في الغرب من احسن ما يمكن. يعني الاخوه العلماء اللي موجودين دولت بينشروا في النيتشر وفي الساينس وفي سيل ومش عارف ايه يعني، بس عايزين يرجعوا مصر. فاحنا عندنا ممكن ده يكون بنوريهم ان في بؤره مضيئه للبحث العلمي، وبالتالي نحد من مشكله هجره العقول اللي هي دي طالعه وسايبه مصر ومش متفاعله مع اخواتهم العلماء اللي موجودين. انا هنهي كلمتي على ان انا اقول على فكره قبل ما انهي الكلمه كنت عايز اقول لكم على حاجه، بس عشان انا قلت لكم لازم نطلع من السلبيه، بس حاجه ضحككم شويه، لازم نطلع من السلبيه والكلام ده. وانا قلت لكم يعني لا في مرتب وبقالي مش عارف 15 سنه بداحم ومش عارف ايه. النهارده يعني يمكن دلوقتي على طول اعلن الحكم، انا في حكم محكمه ضدي، واحد مقدمه والمكتوب انها قضيه نصب، انا وفاروق العقده وطارق عامر. عارفين ليه؟ لانه البنك رحت البنك الاهلي قومي ووريناهم الشغل اللي احنا بنعمله وقلنا لهم لازم تشاركوا في بناء مصر المستقبل، فعرضوه على مجلس الامناء بتاعهم وخدوا قرار في الجمعيه العموميه ان ده من اهم المشاريع للمستقبل بالنسبه للوضع الصناعي وفي مصر، وتبرعوا لنا بمبلغ كبير جدا واعطونا اول دفعه منه. فهذا الاخ هو باحث في وده بقى عندي يا مصر ملوي قلوبنا الخيل.
وحلمي ورد مندي يا مصر يا مصر قومي شدي الحيل كل اللي تتمني والله عندي لا القهر طويل ولا هذه جريمة في حق الشعب المصري، فأراد هذا الجهاز أن يمحو أركان هذه الجريمة. ما تم إتلافه وحرقه هو أعظم بكثير. قرار تنحي المحكمة عن نظر قضية عز ورشيد وعمر عسل. سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق وابنه كمان خضع للتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع. ايد واحدة! ايد واحدة! أنا عايز ثلاث حاجات. المطالب الفئوية من ده مش وقتها. الثورة لا تطالب بحلول وسط أبدا، وإلا ما تبقاش ثورة. مطلوب فقط ألا نفرض مجموعة من الوصايا على الشعب.